تعارز ايه ده؟ في الباب. شفت يا عم؟ ايه؟ اخوك قفلها زي الضمنة. سيبك من حسن دلوقتي. مش حسن هو المشكلة، غالي اخوك دلوقتي هو اللي بقى المشكلة. بيلاوع كده، بيقول لي اتفقوا اقعدوا مع بعض واللي تتفقوا عليه انا معاكم فيه، وكلام طري كده. وانت شفت غالي فين؟ كلمته، قلت الحق قبل ما حسن يروح له يقعد معايا، اهو مايل دماغه يبقى في صفنا. بس كان حسن سبق. لا سيب لنا غالي، انا بعرف اقنعه ازاي. ولو زرجنا هيخلي رحاب تطلع لمراته وهي بنت حقنها، هتعرف تقنعه. خلاص كده يا معلم، ما فيش مشكله. واحنا من الاول فاهمين حسن مش هيوافق، بس بالعقل نضغط عليه بالعقل. لا اتقل على حسن شويه وما تاخدوش على الحمى. خد مني انا اكتر واحد عارف حسن، تاخده على الحمى هيجي سكه. طب افرض زرجن. خلاص نجيب ضرافها، احنا متفقين على كده من الاول.